لم ييئل الكلمات أوهنها أوهنهون أوهن أوهن على طول أوهنها أوهنهون. من زورنا صيادين، وبعدين احنا عمرنا كلنا في البحر، لكن لكن احنا بناخد الغنى ده هوايه يعني. ايه احنا مثلا شفنا حاجه حلوه بنقولها، لاجل النبي بنقوله، اللي مدح للرسول بنقوله، اي حاجه للرسول عليه السلام بنقولها. نصطاد على شط البحر بتاع جنوب سيناء، البلد اللي اسمها ايه؟ دور سيناء، من اجمل بلد في العالم، ربنا يحميها من كل سوء. احنا بنصطاد بقالي اكتر من 27 سنة هنا بصطاد في المكان ده، والمكان ده جميل جدا، كل الناس بتاعها طيبين وكل الناس حلوين.